الطاقة والتعاون العربي شعار الدورة 11 لمؤتمر الطاقة العربية الذي يتميز بمشاركة دولة الكويت. المؤتمر يأتي من أجل بحث أوضاع الطاقة من جوانب متعددة ذات الصلة بالتطورات الراهنة في أسواق النفط والغاز الطبيعي وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي. يعني راح نبين من خلالها مجمل الطاقة في الكويت والطاقة المتجددة والطاقة النظيفة و المشاريع اللي ان شاء الله راح نحقق فيها رؤيه صاحب السمو امير البلاد الشيخ صالح بن جابر الصباح في 2035 بان يكون مجمل انتاج الطاقه في دوله الكويت 15% منها راح تكون من الطاقه المتجدده. الطاقة المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة من المواضيع المطروحة على طاولة النقاش في هذا المؤتمر الذي سيعرف تقديم مجموعة من التجارب ومن ضمنها تجربة دولة الكويت في مجال صناعة النفط والغاز والمحافظة على البيئة التي تعتبر أولوية في اتخاذ قرارات الصناعة النفطية بالكويت. بالنسبة للطاقات الجديدة والمتجددة طبعا يعني هذا الموضوع أخذ دوره الكبير وحجمه الكبير واهتمام الكبير في دولة الكويت للتوجه نحو الطاقات الجديدة المتجددة، باعتبار أن هذه الطاقات الجديدة والمتجددة هي طاقات مكملة للوقود الأساسي اللي هو الوقود الحفوري أو الطاقة التقليدية. المؤتمر من المنتظر أن يخرج بقرارات حاسمة تتعلق ببعض المشاريع ذات المنفعة العربية المشتركة كالربط الكهربائي العربي والتغيرات المناخية والتطور التكنولوجي وانعكاسه على قطاع الطاقة في الدول العربية. تجربة دولة الكويت في مجال صناعة النفط والغاز والطاقة المتجددة والمحافظة على البيئة ستكون حاضرة بقوة في فعالية مؤتمر مراكش الذي يتميز بمشاركة كويتية مهمة. كريم الخرقوري، تلفزيون دولة الكويت، مراكش.